بالنسبه للمقبره سيدي بن عباس شنو نقول لك، يعني حنايا في ديك الامطار الغزيره راه كنا واقفين وكنا يعني مجندين كنا، يعني حتى المسؤولين عاونونا في شي لوازم باش قادين هاد باش قادينا هاد الامطار، ما خليناش مياه تنجرف للاموات. يعني الحمد لله قمنا بالاشتغال وبجديه، وش نقول لك، وكاع الطاقم المشغلين في ديك اللحظه ديال الامطار الغزيره كنا واقفين هنايا الحمد لله، كنا يعني كاملنا منضمين باش ما نخلوش الامطار يعني تصيب ديك الاموات. والحمد لله كما كتشوفوا مقبره سيدي بن عباس يعني موقع فيها حتى شي حاجه، يعني حتى شي خسائر مقارنه مع ديال كازا ديال الغفران. يعني الحمد لله المسؤولين عاونونا بشي وسائل، حتى هما بحال الموطور بحال بزاف ديال الحوايج باش قادينا هادشي هذا. وديك اللحظه ديال الامطار راه حنا هنايا، راه حنا كاع الطاقم المشغلين كاملين يعني واقفين، يعني بجديه يعني بجديه، يعني ما باش ما باش ما نخلوش ديك الاموات يضروا ويوقع لهم كما وقع للدار البيضاء الغفران. بالنسبه للمقبره ديال كازا، اولا انا شفت والله دخلت الفيسبوك وشفت يعني ما عندهمش المشغلين، ما عندهمش اليد العامله، ما كاينش العمال اللي غيعاونوا ويساعدوا ديك المواطنين وديك الاموات وديك القبور. يعني بالت ليا ما كاينش لا مسؤول لا عمال لا حتى حاجه اللي غي قادوا اللي غي يوقفوا باش ما يخلوش ديك الاموات توصل لديك المواقف هكاك. كاين اهمال بزاف. اما هنا بالنسبه لسي بن عباس الحمد لله حنا واقفين والمسؤولين حتى هما واقفين معنا ومعاونيننا. خدينا دابا بحال المشغلين ديالنا عندنا الوسائل، شي وسائل ديال شنو نقول، كاين بحال واحد الموتور صيفطوا لنا الموتور، عاونونا المسؤولين ديالنا عاونونا بزاف، وكاع المشغلين كانوا واقفين ديك اللحظه هذيك، يعني ديك الامطار الغزيره راه حنا واقفين وكنشتغلوا بجديه، المسؤولين حتى هما داروا جهدهم واكثر من جهدهم، وحنا حتى حنا كطاقم المشغلين درنا اكثر من جهدنا في ديك الامطار باش هاد الاموات ما تبقاش جثث بحال اللي وقع للغفران. بالنسبه انتم كتشوفوا هاد المقبره هذه ديال سيدي بن عباس، يعني الحمد لله ما وقع فيها حتى شي تغيير، ما وقع فيها حتى شي، يعني ما فيهاش اهمال، ما فيهاش، يعني فيها كل شيء موجود، فيها يد العامله موجوده. كنشكروا المسؤولين حتى هما عاونونا، وكنشكروا كاع الطاقم ديالنا المشغلين حتى هما يعني داروا المجهودات ديالهم في هذه الامطار الغزيره باش نحافظوا ونحافظوا الكرامه الميت باش ما توقعش في واحد المنظر كيما وقعوا في الغفران. كنتمنى يعني هذا الشيء هذا ما يوقعش كاع في جميع المقابر، ضروري حنا براسنا خاطرنا كيضر لنا ملي كنشوفوا بحال هذه المناظر، هذه خاطرنا كيضر لنا ملي كنشوفوا هذه الاموات، يعني من القبور المبعثره المحلوله، يعني حنا الخاطر ديالنا كيضرنا. وبالنسبه لينا حنايا الحمد لله ما وقع حتى شي حاجه هنايا. بالنسبه لهاد التساقطات اللي طاحت هنايا بسله، ما كانش عندها شي تاثير بزاف علينا حنايا، الحمد لله قدرنا نتغلبوا عليها بجهود ديال العمال اللي خدامين هنايا، درنا يد في يد رغم التساقطات، حنا كنا موجودين هنايا حاضرين، ما خليناش هذاك الشيء اللي وقع في مقابر اخرى وفي مدن اخرى ما خليناش يوقع عندنا حنايا، الحمد لله قدرنا نتغلبوا على داك الشيء اللي وقع في كازا، هذاك فيضان يعني التربه تجرفات وقبور طاحوا، حنا الحمد لله ما وقعش لينا داك الشيء، حنا يمكن تغلبنا على داك الشيء. حنا في هذاك الوقت جبنا واحد عيطنا على تراكس حضرات، كان عندنا موتور ديال الماء، المهم شي لوازم وما خليناش حنا يدخل القبور، حنا تنعارضوا الماء ما نخليوش يدخل جهه القبور اللي باقيين جداد، تنحاولوا ندوزوا الماء من شي جهه اخرى باش ما يدوش لنا على القبور. تنشكر انا المسؤولين ديالنا اللي وقفوا معنا وما خيبوش الظن ديالنا، حنا كيعيطنا لهم في التليفون كيحضروا لنا اللوازم ديالهم، هذاك الشيء اللي بغيناه يحضروا لنا في رمشه عين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.